تصنع النبوغ. فكان أول من رفض المجتمع العربي والفلسطيني بمعلم متميز على كافة الأصعدة، معلم كسر الظلمة. فلنا الفخر، كل الفخر، أننا أبناء هذه الكلية الشامخة الشماء. أما أنتم يا ورثة الأنبياء، قليل بحقكم هذه الكلمات مهما كانت، ولا أملك غير تقديم التحية مع الشكر والعرفان لكم. يا من تعلمنا منكم ماذا يعني أن نقف للمعلم ونوفيه التبجيلا، لكم يا أساتذتي كل المحبة والاحترام، وأدعو العلي القدير أن أكون عند حسن ظنكم أنا وسائر الخريجين الأحباء، وأتمنى لكم دوام الصحة وموفور الهناء. ولك إدارتنا الحكيمة أتوجه باسمي وباسم زملائي لكم بكل التقدير والاحترام. تعلمنا منكم معنى الحكمة والحرص والرعاية، فأنتم أساتذتنا في البناء والعطاء والتطور والانتفاع. فهنيئا لتلك الكلية بكم، فأنتم خير إمام وخير قيادة لدفة هذه الكلية. وفضلكم أقول شكرا، واستميحكم عذرا إن أثقلت عليكم، فجزاكم الله عنا خير الجزاء. أما أنتم زملائي وزميلاتي، لكم مني كل المحبة والمودة، كنتم خير إخوة وأخوات، وكنتم الصحبة والزملاء. أدعو الله أن يوفقكم لما في خير وطننا، وأن يقدركم الله على فعل الخير، لأنكم أهل له. وإننا إذ نعتز بما أحرزناه من نجاح، وبما امتلكناه من معرفة، لا يحق لنا أن نبقى شامخين مرفوعي الرأس. ومسك الختام لمسك الحياة وعبقها أقضى سمان لنا في هذه الحياة، لرضاكما يستجيب المولى عز وجل، حيث قضى الله أن نحسن لكم بعد عبادته جل وعلا. لأمي وأبي أقول حيث قضى الله أن نحسن لكم بعد عبادته جل وعلا. بأمي وأبي أقول تركت الحديث لكم لمسك الختام، لأنكم بالبداية كنتم مسكا بالابتداء، وأنتم في الحنايا والضلوع بين مسك الابتداء ومسك الختام. فوالله ما كنت لولاكم أعتز بكم، وأدعو الله العلي القدير أن أوفق في الوصول لبركما حتى ترضيا، لأنني برضاكما سأنال رضا الله عز وجل. والآن آن الأوان أن أختم بما بدأ. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكريم، ننوه إلى حضور علم من أعلام التعليم والتربية في وكالة الغوث الدكتور وحيد جبران نائب مدير برنامج التعليم، فأهلا حلل وسهلا وطئت. نريد التنويه أيضا أن السيد فيليبا سانشيز يعتذر عن متابعة فعاليات الحفل لظروف خرجت عن إرادته. لغير اللواء الحر لا نترسم، وبغير آلهة الفدا لا نقسم، ولغير قدس الشعب لسنا ننحني، وبغير وحي الشعب لا نتكلم. أدعو عميد الكلية الدكتور محمد عمران المحترم إلى المنصة ليملي على الخريجين قسم التخرج، فيصبح الخريجون بترديده سائلين المولى عز وجل أن يكون قسمهم هذا فعلاً لا قولاً. فلنتفضل عميد الكلية إلى المنصة مشكوراً، راجين من جميع الخريجين التكرم بالوقوف. بسم الله الرحمن الرحيم.
نقسم بالله العظيم ونعاهد الله وأساتذتنا وأنفسنا أن نكون سفراء علم ومعرفة لهذا الصرح الأكاديمي الذي رعانا علما وخلقا وأدبا، وأن نخلص في علمنا وعملنا لهذا الوطن العزيز. والله على ما نقول شهيد. مبارك وحياكم الله. بني تعلم، فمن كان غنيا كان العلم له جمالا، ومن كان فقيرا كان العلم له مالا، ومن كان يتيما كان العلم له أبا وخالا. أرجو من السيد عميد الكلية الدكتور محمد عمران المحترم دعوة مدير عمليات الوكالة بالضفة الغربية السيد فيليب سانشيز ورئيس برنامج التربية الإقليمي في وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية الدكتور مهند بيدس التكرم بالتفضل لاعتلاء منصة الشرف ليقلد أوائل الكلية أو سمة الفخار ونياشين المجد. الكلية أصالة جمال حوشية. الطالبة المتفوقة الأولى في تخصص اللغة العربية شعبة 1 أصالة جمال حوشية. الطالبة المتفوقة الأولى في تخصص تعليم الرياضيات والحاسوب في تخصص تعليم العلوم والتكنولوجيا وهد أحمد نادي. الطالبة المتفوقة الأولى في تخصص المرحلة الأساسية الشعبة الأولى ريهان داوود أبو عيد.
فليتفضلوا مشكورين. لا يعرف الفضل لذوي الفضل إلا أولو الفضل. وبيننا الآن أناس أصحاب فضل وعطاء لم يدخلوا على الكلية الجامعية للعلوم التربوية بما جادت به أنفسهم معنويا وماديا، فلهم من الكلية كل التقدير والإجلال. فليتفضل عميد الكلية ونائبه المحترمان إلى المنصة لتكريم رجلين من أصحاب الفضل على هذه الكلية. الدكتور مهند بيدس المحترم مدير برنامج التربية الإقليمي في الضفة الغربية. فلتتفضلوا مشكورين. لأنك عشقنا الأوحد بغير هواك لم نشهد، صباح هواك كالزيتون في أعماقنا ممتد، سيوفك لم تزل في الساح لم تصدع ولم تغمد، ونارك يشهد الطاغوت لم تطفأ ولم تخمد، إذا ما عاندوا يوما فإنك منهم أعند. صباح العيد أنت العيد يا وطني، وأنت الشمس تمسح ليلنا الأسود، وأنت العمر أنت الأمس أنت اليوم أنت الغد. ندرككم مع الدبكة الشعبية يؤديها مجموعة من طلبة الكلية، فليتفضلوا مشكورين.
وذلك وفقا لأنظمة وقوانين الكلية. أرجو من حضرتكم دعوة السيد مدير عمليات الوكالة فيليبي سانشيز والسيد رئيس برنامج التربية الإقليمي بالضفة الغربية الدكتور مهند بيدس للتكرم باعتلاء منصة تسليم الشهادات، كما وأدعو الدكتور جهاد والدكتور والأستاذ نبيل الصالحي رئيس دائرة الرياضيات والعلوم للمشاركة في تسليم الشهادات لطلبة اللغة العربية والرياضية. أولاً، طلبة اللغة العربية الشعبة الأولى، أرجو من طلبة الشعبة الأولى الوقوف على خط سير التقدم. الطالبة أسيل وليد شاتي الهندي، أصالة جمال جودة حوشية وهي الطالبة الأولى على الكلية، أيمن أحمد محمود مين، حسين سليمان شواركة، حمزة حامد لقيانية، حنين مفيد رشدي أسعد، صابرين جميل عيسى أبو خيدة،
يوسف قواسمه. عماد حامد دعجاوي. فاطمة مصطفى الشيخ. مالك فاتح قدوس. محمد موسى حروب. مصطفى كمال غريب. نور أحمد رمان. يوسف شحدة رمضان. علاء ممدوح أيوب. طلبة شعبة اللغة العربية سنة الشعبة الثانية أريج عصام حميد. أسماء بدوان بدوان. أسماء سميح ديري. آلاء أسعد شوابكة. أماني محمد زيوب. أنا الرحمن إبراهيم حديدي. أميرة سلطان عمصي. أنوار مصطفى هوشية. إيمان فاضل نصر. براءة عمر أبو فرحة. حنان خالد دياب. حنين ناصر زير. ريهام عادل سعدية. ريمان خالد سماحين. حسني أبو شاهين.